ازيكم؟ رايا جو عاملين ايه؟ رو ارونونج جي سبانخ كوسو جي باوت جير. يعني ازيكم عاملين ايه؟ انا النهارده هنعمل لكم سبانخ باللحمه. قلنا بقى يا ليلى طريقه عمل السبانخ ازاي. طريقه عمل السبانخ بنجيب المقادير الاول ده وبعد كده اقول بنجيب الاول نص كيلو سبانخ عليها ربطه كزبره وربطه شمار وبجيب نص كيلو لحمه وثلاث بصلات وفصين ثوم ومعلقه ملح ومعلقه كزبره ومعلقه فلفل اسود وكوبايتين عصير طماطم خلاص ومقدار زيت قليل من الزيت بتاع ثلاث معالق كده خلاص. هنحط شويه زيت هنستناها تسخن كده شويه بعد كده هنجيب ايه البصل عليه هنقلب البصل على شوية ملح كده رشة ملح طبعا الملح ده مش النهائي ده هتحط كمان تاني في النهاية بس ده انت بتحطيه كده عشان البصل يدبل وريحته ما تروحش خلاص هتقلبي طبعا لحد ما لونه يصفر هنفضل نقلب فيه لما لونه لحد ما لونه يصفر بعد ما يصفر هنروح نحط الايه اللحمه هنفضل نقلب هنحط معلقه كزبره عليها ونص معلقه فلفل وهنقلب شويه بعد كده ايه هنحط عليها نص كوبايه هنحط الاول عليها السبانخ والبقدونس السبانخ عليها معلقه عدس اهو العدس طبعا محطوط من هنا خلاص وليه بقى بنحط العدس ده؟ العدس ده عشان يتقل السبانخ في ناس بتحب في ناس بتحط رز وفي ناس بتحب بتحط عدس بس انا يعني بفضل العدس بصراحه لسبب ولا كده؟ عشان مش بيبان الرز بيكون ابيض سبانخ اخضر والرز بيكون ابيض يعني تحسيهم كده منفصلين مع بعض انما ده لما بيدوب كان الطبيخ كانه صلصه يعني بيتقل الطبيخ واللون زي ما هو مش بيبان فيه مش بيبان والطعم بيكون حلو طبعا وينفع نعمله من غير ما نحط العدس او الرز عامه لا لا عشان دي بتنزل ميه كده بتهبط ميه عايزه حاجه تقلها كده يا رز يا عدس خلاص كده شويه البصل يصفر حتى لونه او يبدا اتعلمتي الاكله دي امتى بقى يا ليلى؟ السبانخ ده بصراحه يعني طبيخ انا بحبه جدا اتعلمته لما والدتي كانت بتعمل لنا بصراحه كانت بتعمله لنا حلو خالص يعني انت اتعلمت كل حاجه في بيت والدتك ما رحتيش بيت جوزك انت ما فاشله في حاجه كده؟ لا ازاي؟ لا قولي الصراحه قولي الصراحه انا يا حبيبتي اتخطبت وقعدت سنتين واحدة مخطوبة يعني اتعلمتي في السنتين دول ما اتعلمتيش ايوه بالظبط ففي السنتين دول كانت فرصتي بقى قبل السنتين انسي كانش فيه لا طبعا يعني انا احسن منك مش كده؟ ما بحبش اتكلم عن نفسي كتير طبعا والمشاهدين عارفين فمش عارف مش عارف اقول مش هتكلم عن نفسي انا بالنسبه لي عارفه يعني بتعلم منك من غير عريس ولا اي حاجه من غير عريس لنفسي بالظبط بس انا بتعلم الحاجات دي لنفسي العريس هيجي على حته الطباخه مش كده؟ طباخه منار بالظبط كده بقى انا بقى لما العريس يجي اروح بقى اتدلع بقى اقول لا 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 اتدلع مش كده؟ كده ولا ايه؟ حقك قولي بقى اعترف ان انت الاكل اتعلمتيه في السنتين بتوع الخطوبه ايوه الناس بقى فاكرينك بقى ان انت بقى من صغرك يعني في المطبخ وبتعملي الكلام ده لا لا خالص تعرف بعد ما اتخطبت طبعا يعني قبل ما اتخطب شغل البيت العادي اللي بيعمله البنات يعني طيب. كنيس مسيح كده يعني غسيل مواعين حاجات خفيفه يعني الحاجات الخفيفه دي برضو بس وبقيت شويه شويه يعني مثلا ماما مش قاعده في يوم جاي لنا ضيوف تقول لي اعملي كذا كذا اروح انا ايه مثلا عامله حاجه في يوم مثلا طب عليا اصحابي لا اروح مثلا ايه عامله لهم حاجه كده لا بعد ما اتخطبت بقى والدتي مسكتني بقى وخلاص انت هتروحي تعملي ايه انت مش عارفه حاجه اشتغلي بقى هتفضحينا قدام الناس مش كده
حياتك اشتغلي بقى. بعد كده بقى اتعلمت الطبيخ بقى. بعد سنتين، في السنتين دول بقى كان كل تركيزي على المطبخ. الشغل التاني بقى خلاص عارفه يعني. مش محتاجه. قدمت شغل تاني اصلا مع يعني سهل. عادي مش حاجه صعبه. والغسيل طبعا دلوقتي الغسالات فول اوتوماتيك هي اللي بتغسل. بس كل اللي عليها ان انت تطبقي الغسيل وتحطيه فيه وهو ايه يغسل ويغسل كل حاجه، بس تطلعي الغسيل وتعلقي ودي كل مهمتك. مش كده؟ هي المواعين اللي رخمه عندي، رخمه جدا. انا بكره حاجه اسمها مواعين. انا عندي امسح البيت كله من اول لاخر ولا ان انا اغسل المواعين. انت لو قومت المواعين هتزهقي، انما لو ما غسلت المواعين اول باول يعني ما خليتيش حاجه تتكون معاكي. لا ما احنا عندنا بقى عشان احنا قاعدين في بيت عيله فمعرضين ان خلي طب يتغدى غسل، فالمواعين دايما كتيره يعني. ما شاء الله عشان احنا بيت عيله فالمواعين دايما كتيره. وانا اختي طبعا متخانقه عشان خاطر المواعين. اللي بيقوم فينا الصبح بدري يروح يخلص البيت ويمسح البيت، هن اللي يصحى متاخر هي اللي تغسل المواعين. تتدبس في المواعين. بالظبط كده. والله العظيم بنعمل كده فعلا. صحي بدري قبلها اروح مسح البيت. قلت ما تقول لي لا، قلت لها انا مسحت، اغسلي انت المواعين بقى. انت بتدبسيني؟ اتدبسي. عايزه تغسلي امي، عايزه تمسحي امي بدري. امي بدري. هي المواعين رخمه. هي البيت اللي فيه يعني حد كبير ما بيخليكوش تنامي. انما لا انا جديد طبعا ربنا يخليها لي من الفجر يقدم، تصلي الفجر وتيجي تصحيني. بس عندي كليه، ما عنديش كليه، اجازه تصحيني قوموا صحينا كلنا. والله العظيم قوموا. طب هنعمل ايه؟ لا قوموا اشربوا الشاي. تقوم بعد ما تشربي الشاي طبعا مش هتنام. ما بينامش، بنقعد نحكي مش عارفه ايه، واغلب الحكاوي تبقى عن حط اللحمه. اغلب الحكاوي تبقى عن البلد، عن البلد القديم. وهي تقعد تحكي لنا بقى ان هي اخذت فتره برضو. يعني هي اصلا كنزية بس بظروف شغل جدي. راحوا طبعا تماس وعافيه دي عندكم طبعا من كره التهجير. اخذوا هناك فتره اللي في اسنا. اخذوا هناك فتره. هي تقعد تحكي لنا بقى يعني التهجير ومش التهجير والكلام ده. طبعا بعد ما جدي طلع على الميعاد في الشغل بتاعه رجعوا طبعا البلد الاصليه، رجعوا تاني عندنا البلد الغرب. فدايما تقعد هو جدك الشاي. جدك اللي من غرب سهيل ولا جدتك؟ الاثنين. يعني عشان الشغل بس هما راحوا. عشان شغل جدي بس هما راحوا هناك. هما اصلا عيال عمان. فالاثنين. قولي لي لو حاجه بعيده عنك انا اقولها لك. خليك. شكرا يا منور. دي معلقه كزبره ناشفه. ونحط نص معلقه فلفل طبعا عشان الريحه بتاعت اللحمه دي. احنا طبعا لونها اتغير، شايفين ان اللون ابتدى يتغير. عارفه يا منار في ناس بيحطوا برضو الطماطم. طماطم صلصه ولا حلقات؟ الصلصه الاول، بعد ما الصلصه تثبت تروح حاطه يعني ده دي طريقه ودي طريقه. ناس تحط الصلصه، اللي عايزين ناس تحط الصلصه الاول بعد اللحمه وبعد كده تحط السبانخ، وناس تحط السبانخ الاول بعد كده تحط الصلصه. دي على حسب اذواق. لازم نفهمهم ان اذواق. كل واحد على حسب ذوقه بقى، كل واحد على حسب ما يحب يعني. بالظبط. هي اصلا طريقتين يعني ما بتختلفوش. يعني فرق بسيط. تفضلي تقلبيها كده لحد بقى يا ليلى، لحد ما الميه بتاعت اللحمه دي كده عايزاها تنشف شويه. هي تنزل ميتها وتنشف واللحمه تاخد الصدمه كده تصدميها. عشان تستوي بعد كده. بتتبل بريحه البهارات اللي احنا حطيناها وريحه البصل ده. انت بقى بناتك بتعلميهم زي كده الطبيخ ولا مش بتعلميهم؟ لا بعلمهم، بخليهم يساعدوني عشان انا موظفه وكده في الاجازه وكده عشان هم يطبخوا. ارجع بقى من الاجازه ما شيلش هم الطبيخ وكده. لا بعدين عيبه في حقي يعني انا اعرف اطبخ وكده وبناتي. معلمين بقى تاخد خطوبه زيك؟ لا برضو اكرر نفس الغلطه. عادي يعني. لا من الاول بقى نعلمهم يعملوا حسابهم عشان ينفعوني انا. هيتخطبوا وينفعوا غيري، بس ينفعوني انا قبل ما يروحوا لغيري.
ما تزيد شويه. ما لازم يروحوا لغيرك. لا هيروحوا لغيري بس. ايوه سنه الحياه انت عايزه بقى تعلميهم من دلوقتي. اه لكن انت حرام عادتي بقى ما تخشيش المطبخ في سنتين بتاعت الخطوبه عادتي حياتك كلها كنيس ومسيح ده كلام فاضي طبعا الطبيخ اصعب. ما كان فتره التعليم بقى. يعني انا كنت اتخطبت في ثانيه ثانوي. سلام. اه فعشان كده. انت صغيره خالص يعني. عشان كده. كملت بقى بعد كده؟ كملت بقى بعد كده وبعد ما خلصت اتخطبت اتجوزت. يعني خلاص كملت وانتوا ما طماطم؟ ما عطلتيش عن المذاكرة؟ لا لا. كان بيقول لي ذاكري حتى لو ما قاليش ذاكري ما انا هذاكر بقى انا مش هستنى لما يقول لي ذاكري. برضه لازم هو مش هيقول لي ذاكري. يعني ما قالكيش؟ ولا قالك؟ لا هو يعني موضوع المذاكرة طبعا هو كمان هيتعطل معايا يعني مش انا بس اللي هتعطل. مفيش جواب. لا ما قاليش بصراحة. ما كانش بيسألني. ذاكري ما تذاكريش يعني في ميعاد محدد للخطوبة. انت حرة بقى. فاهمة؟ اه كده يعني. فين؟ انت قصدك ايه؟ تاخديهم في سنتين هتتجوزي انا هتتجوزي. ايوه هما سنتين. ريحه طبعا اللي التوابل اللي انت حطيتيها مع اللحمه طالعه جدا. الريحه تمام. فاحنا هنحط دلوقتي الصلصه الاول اوريك الصلصه تتسبك ازاي بعد كده نحط عليها ايه؟ السبك. اه بسم الله ومنه هيستوي اللحمه لحد ما يتسبك. تمام. هتقلبيها بقى وتسيبيها لحد ما الطماطم تتسبك. اه الطماطم تتسبك واللحمه تستوي بالمره دي لحد تسبيكه الطماطم. هتتسبك في قد ايه بقى؟ تقريبا تلت ساعه كده. تلت ساعه؟ اه ماشي. وريهم بقى الطبق عشان لما نرجع من الفصل نوريهم الطبق متسبك. اه ده هنسيب الطماطم دي تتسبك شويه ولمده تلت ساعه وفصل وهنرجع لكم تاني استنونا بعد الفصل ان شاء الله.